السلام عليكم الجوار، نتمنى تكونوا بخير خوش اون فورم في النهار. بحال جبت لكم تعليقات ردود الافعال التاريخيه ديال الجماهير العالميه، بحال الخوش غادي تستافدوا وغادي تضحكوا معنا في هذا لا فيديو. بحال العالم كامل اعترف باللاعب المغربي والحارس العالمي ياسين بونو اللي دخل التاريخ كونه اول حارس لنادي سيفيا كسجل هدف في مباراه الدوري الاسباني. كما عارفين الهدف ديال بونو جاء الدقيقه 94 من المباراه بعد ما كلشي قال باللي فالادوليد هو